الانتقالية الديمقراطية، وستكون مرحلة إعادة تأسيس بامتياز، تأسيس مآله ترجمة رغبة الشعب الجزائري المعبر عنها في مساره الثوري وعبر كل محطات كفاحه من أجل الحرية والعدالة. وكذلك بمطلب دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية تقوم على تجسيد وحماية جميع الحقوق والحرية. إن قوى البديل الديمقراطي بتبنيها لحل القطيعة مع النظام تجدد تمسكها بالعقد السياسي المصادق عليه يوم 26 جوان 2019، وتسعى على بعث مسار تأسيسي سيد من أجل جمهورية على ضمان وتكريس ما يلي: أولا، كل الحريات الفردية والجماعية بما فيها الحريات النقابية والحق في الإظهار والتعبير والتنظيم التظاهر والمعتقد والضمير. ثانيا، احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المكرسة لها. ثالثا، الفصل والضمان التوازن الفعلي بين السلطات الثلاث، وهي القاعدة الأساسية لبناء دولة الحق والقانون الديمقراطية.